تمكنت من أنك توصل لطبيب عيون؟ والله تمكننا الحمد لله بفضل الله، ثم هذا العراق الشهم طبعا دائما الدم لا يصير مية أبدا مهما خلفت المذاهب. أكيد وصلنا إلى دكتور ابن عمه خيط لي الجرح، وفي دكتور آخر في نفس العمارة كشف على عيني اليمين. فالدكتور انزعج قال لي عينك يبغى لها عملية فيها شرخ كبير جدا في القرنية ولازم عملية خلال 24 ساعة. طيب يا دكتور سوى العملية انت؟ قال لا انا كذا كذا اخاف، هو طبعا هو خاف من الحرس الثوري. رجعنا الى المنزل، خبرت زميلنا هذا. المهم لقينا مستشفى خاص، والدكتور اللي جانا يعرف صديق دكتور عيون، قال خليه يجي يسوي العملية بسرعة، ولكن لابد في ممرضة هتجيكم على أساس تعرف المستشفى، ولكن لابد أن زوجة الشخص تطلع مع الممرضة ومع زوجها ويجوا لشسمه المستشفى. أنا في البداية ترددت، أنا ما بخرج زوجي، الأمور كلها في خطر. ليش اشترطوا أن تكون زوجتك معك؟ لأنه معانا هذه الممرضة الإيرانية، والممرضة الإيرانية رفضت أنه تطلع لوحدها معايا في السيارة لأنه تتمسك ولا يسوي لها مشاكل. أنا رفضت في الحقيقة في الأول، ترددت، ولكن زوجتي أصرت قالت عينك ولازم العملية. توكلنا على الله ورحنا إلى المستشفى. أنا بمجرد وصول المستشفى قلت للموظف العراقي زميلنا هذا في السفارة وصل زوجتي بسرعة رجعها على طول. دخلت غرفة الدكتور الممرضة بتقيس لي الضغط وهذا قبل العملية، ما هي إلا 10 و15 دقيقة ولا باب العيادة يفتح بالرجل بقوة ويدخل تقريبا 4 أشخاص عرفوا مكانك. نعم، لأنه العيون في كل مكان الحرس الثوري، مدججين بالسلاح. أول شيء سووه ضربوا الدكتور الإيراني، ضربوه ضرب يعني مبرع في الحقيقة، صار الدم يخرج منه. أنا الآن يعني بفكر بزوجتي، أنا اعتقدت أنهم ماسكينها في الخارج لسه ما راحت، فيعني كنت في ذهول، هم بيكلموني أنا والله ماني عارف يعني في دوامة. يعني ما سوى لك إياها، ما سوى لك العملية؟ لسه ما سوى العملية، بيقيسوا الضغط على طول دخلوا على طول بعد 15 دقيقة. المهم من فضل الله بعد فترة جاء العراقي، فسألته أنا فين زوجتي يا فلان؟ قال لي لا تقلق وصلناها عند النساء. قلت الحمد لله رب العالمين، الآن سووا اللي تبوه، لا نسوي اللي تبوه، احنا الحمد لله هنا عشان وطننا، واحنا فدا للدين وللمليك وللوطن. قال لي تقوم معنا؟ قلت له انا دبلوماسي ما اقوم معك، ولي حقوق ولي واجبات يجب تحترمها. قال تقوم ولا اترك في مكانك، قال الرشاش حقه هذا. فانا فكرت تفكير قلت قوم معه، لا توانى اعملها. اي طبعا هم اصلا كانوا حيقتلوكم في الطريق لو ما الباص اللي انقذتهم. الحمد لله